تلاقي عبد الله. ايه ده ايه ده ايه ده الجنين ده؟ بالراحة يا رب. بالراحة وانا واقفة ورا الباب. ايه البواخة دي؟ ايه؟ دي شقة فاطمة حسين عبد الدايم. ايوه في ايه؟ مين يا فادي؟ ايوه باشا ايوه هي الست دي. اتفضلي معانا يا ست. اتفضل معاك في ايه؟ مش شغلي. هو انت معاك اذن النيابة الأول؟ كان يا بنت انت على جنب اللي اخدك معاه. لا والنبي اتكلم معانا بالراحة. ما اسمعش صوتك. خشي يا نادي خشي جوه. أنا جاية معاك يا ابني. تسلم أخوكي خليه يحصلني على الاسم. خلي بالكم من روحكم. حاضر يما حاضر. طب أروح معاه؟ لا ما ينفعش يا نادية تروحي فين؟ يا رب استر يا رب. إيه بس المصايب اللي بتحدف علينا دي؟ ما تخافش مش هبيتها بالعكس. أنا بقيتها هنا في مكتبي. يا باشا ربنا يبارك لك ويستر عليك يا رب. إلهي كتر من أمثالك. وما يرميك في دقيقة يا باشا قادر يا كريم. ربنا يخليك يا أمي. محاضر الغارمين دي ما بتخلص. ويا ما بنشوف منها كل يوم. سكوا تتكلموا براحتكم وارجع لكم تاني. شكرا يا باشا. شكرا يا فندم. الله يستر. سامحيني يا عم. أنا السبب في كل اللي انت فيه دلوقتي. في ايه يا باي؟ ما تجمد كده امار. وانا زي الفل قدامك اهو. زي الفل يا عم انت بتهرجي. انا مش ههدالي بال طول ما انت مش قاعده في البيت. بس هي طالما كده انا عرفت حلها ازاي. كلامك ده بيقلقني يا ابن بطني. ايه ده؟ ايه ده؟ الهي لا يسيئك. احنا عايزين نحل مش نعقل. انا مش قادر غير لما اخد منه اصالات الامانه حتى لو هموته. يا ابني مش هنكسب حاجه من اذيته. الملح ما يجيبش غير ملح. واللي خلق الخلق لخل كل حبه ملح ذهب تمشي عليها برجليك. وبكره الصبح ان شاء الله هتكوني معاه في البيت. الهي يسعدك ويرضيك ويرضيك ويرضى عنك ويكفيك شر نفسك ويفتح لك طاقة قدر قدر يا كريم يا عبد الله يا ابن بطني. يلا يا ولد يلا روح نشوف اخواتك. دول ولايا ما لهمش حد. ماشي يا امي. خلي بالك على نفسك ان شاء الله بكره الصبح يا امي ان شاء الله. ما تخافش. بعدين يا عبد الله هنعمل ايه؟ امك مش حامل البهدله دي كلها. والله العظيم هتتحل ان شاء الله. من ساعه ما سبتها وانا عمال الف داير اشحت من ده ومن ده ما لميتش غير 1200 جنيه. انا معايا 500 جنيه. امسك يا عبد الله. يا سماح مش هينفع. ما كفايه الفلوس اللي اخدتها منك. ودي وقت تشيلي فيه فلوس يا سماح. هات الفلوس دي يا سماح. هاتي. انت هتردهم ليه؟ خد. خد انا معايا 200 جنيه كمان. هاتي. وانا دي اخر 100 جنيه في جيبي. معلش يا عوسين احنا كده معانا 2000 جنيه. عوسين زيه. عوسين زيه. يا رب يا رب. والعمل ايه يا ابو عمار؟ مفيش غير ان انت تستلفهم من اي حد من اللي بيسلفوا بالفايز. ومين اللي قالك ما دورتش على حد بالفايز؟ انا دورت على كل واحد بيسلف بالفايز. مش انا كنت رافض الفايز ده؟ لا انا عايز دلوقتي بالفايز. ما لقيتش حد. مفيش غير فرجاني. صحيح مفيش غيره اللي معاه فلوس. ان شاء الله ربنا هيدبرها. رحت لامك؟ ابص لها ازاي؟ مش قادر عيني تيجي في عينيها. استنى استنى ده الهباش جاي اهو. مين الهباش ده؟ ده اكبر هجام في المنطقه ومعاه فلوس زي الرز. ممكن ناخد منه بقيه المبلغ. ده حرامي بتاع ربنا ويمشي دايما في الخير. هباش طب اخلع انت. تكي على هنا. فين اراضيك يا معلم؟ وحشني والله. اه بنكافح في الدنيا الفانيه والله يا ابو عميره. ده شكله بتاع ربنا بجد. بتاع ربنا ايه يا عبد الله؟ بيقول لك الفاني يعني مكرم. تشرب ايه؟ المشاريب يا عبد الله. ماشي هات لي ينسون. ينسون بسرعه. اقعد هناك. انت حرامي ابن حلال. مش واخد منك انا على الحناية ده يا ابو اميره. طول عمرك لسانك زفر معايا. ليه بس؟ ده انت اقرب حرامي لقلبي. قصر يا ابو اميره وهات اخر المواد. عايزين 2000 جنيه. اه قلت لي. انا من اول ما سمعت الموال ده وعرفت ان فيها في الاخر خازوق. مش عشاني، عشان عبد الله ابن خالتي. اصل امه محبوسه في وصل امانه وعايزين نخرجها. الله انت بتشرد لي يا ابو عميره. اه معلم ده الهباش ده مننا وعلينا. انا على عيني والله يا ابو اميره. أنا لو معايا 2000 جنيه هديهم لك، بس أنت عارفني بقى قلبي غريف وبحب أعمل الخير. خير؟ ويتاويش يجي منه الخير يا هلاش. وأنا استنى يا أبطال، ده أنت شبه الكفار يا هلاش. بس يا قلبي
مين الواد ده يا ابو عميره؟ ولي ايه ولي تي؟ لا يا هلاش، اقعد هلاش واتكلم عيتل. انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين؟ العبد لله اللي وقف على المسمار وتناه. بس لا والله ولا انا حاولت اتني بس ما تناش. احسن برضه. ممكن اركع؟ ارجع. الحقني يا عطار. معلش يا استاذ هباش، انا ممكن اخد منك بس 2000 جنيه واخر الشهر ان شاء الله هدوم لك 3000 جنيه؟ تصدق انت صعبت عليا؟ انا هديك ال 3000 جنيه ومش عايزهم. الهي اعمر بيتك. بس تسرق معايا. الهي يخرب بيتك. اسمع بس، انا الليله دي رايح اسرق محل صايع. هتيجي توقف لنا درجي ورزقي ورزقك على الله يا عم. يا نهار ازرق اسرق يا عبد الله، المضطر يركب الصعب. يركب الصعب مش يركب البوكس. هي مره وبعد كده طوب ولا عجبتك حبسه امك في الحبس دي؟ يعني يا اما اسيب امي في الحبس يا اما انا اسرق واتحبس. لا يا عم، حد الله ما بيني وبين السرقه على جثتي.